للمزيد من النقاش بينضم إلينا عبر الهاتف دكتور عمرو الصالح، أستاذ الاقتصاد ومستشار البنك الدولي السابق. دكتور عمرو، أهلا بحضرتك. أهلا بك، صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدي. في كثير من المحاور والملفات اللي تم التركيز عليها في المؤتمر أو في القمة، لكن خليني أبدأ مع حضرتك مباشرة من الجلسة اللي تابعناها منذ قليل، الاستثمار والتمويل والطرق التحفيزية التي اعتمدتها الدولة المصرية لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب، زي حضرتك شفتها وتابعتها؟ صحيح، خليني أبدأ بالأول عن القمة وعن فكرة القمة وأهمية القمة، لأن دي مش أول قمة، دي القمة الثانية زي ما حضرتك عارفة، يمكن فوق ال 20 22 خبير من مختلف القطاعات والشركات الدولية والمحلية وهيئة قناة السويس والمنطقة الحرة، بإضافة طبعا للوزير النشيطة الدكتورة هالة سعيد، وببارك لها بحصولها على أفضل وزيرة عربية في الفترة الماضية. القمة الحقيقة مهمتها الأساسية عملية الماركتينج وعملية الترويج، زي ما حضرتك قلت وسامعين الأرقام الجيدة جدا واللي تعتبر سكسس ستوري وقصة نجاح بالنسبة للدولة المصرية، إن احنا الدولة الوحيدة على مستوى الشرق الأوسط، قلنا هذا الكلام قبل كده، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أشار إن احنا الدولة الوحيدة على مستوى الشرق الأوسط رغم جائحة كورونا هتحقق نسبة نمو موجب بوزيتيف ما بين 2-2.5 ل 3% مع نهاية 2020، في حين ان كل دول المنطقة هتحقق نسبة سالبة. فالنهاردة احنا عندنا زي ما بيقولوا يعني we have a lot to show، عندنا كثير من الاشياء اللي ممكن ان احنا نقدمها للعالم. طبعا خطة الاصلاح الاقتصادي واللي ابهرت البنك الدولي، وتفتكري يا حضرتك معايا 2013 البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ما كانش متوقع ولا كان متحمس ليه خطة الإصلاح الاقتصادية. في 2017 و18 نفس المسؤولين عن البنك الدولي أشادوا بالتجربة وما كانوش متوقعين، بل قالوا عليها سكسس ستوري أو قصة نجاح، وقالوا عايزين نشوف نتعلم إزاي مصر قدرت إنها تحقق الطفرة دي من 1.5 و2% نسبة نمو اقتصادي في 2011-12 إلى 5.9%، الكلام ده في ديسمبر 2019 قبل الجائحة بثلاث أشهر. فاحنا حققنا طفره، عشان كده القمه دي، اللي ارجع لسؤالك، القمه دي النهارده اللي بتتكلم على ثلاث محاور رئيسيه، محور الاستثمار ومحور التمويل معاه، وبعدين محور الصناعات العقاريه او قطاع التشييد العقاري، ومحور التحول الرقمي، ثلاث محاور في غايه الاهميه، والدوله المصريه عملت فيها طفرات كبيره جدا في الفتره الاخيره. نعم. الطفره المهمه كانت في تعديل القوانين، وبالذات الموضوع الاستثماري. يمكن حضرتك تفتكري السيد الرئيس كان اشار ووجه بان موضوع الشمول المالي من سنتين ثلاثه، وكان في مؤتمر في شرم الشيخ عن الشمول المالي، وكان الهدف منه ان البنوك والمصارف وقطاع التمويل يدخل كلوكوموتيف او كقاطر للاقتصاد. النهارده احنا بنتكلم على الاستثمار، او تم الحديث على تحديات الاستثمار والمدفوعات الالكترونيه والتحول الرقمي والمدن الذكيه والبنيه التحتيه اللي كانت موجوده او اللي بتتعمل في مصر، واهميه دخول قطاع التمويل في هذه القطاعات اللي بتعتبر قاطره. يعني لما نتكلم على قطاع التشييد، لما نتكلم على البنيه التحتيه، لما نتكلم على التحول الرقمي، النهارده التحول الرقمي على سبيل المثال والاي كوميرس والاي ابلكيشنز، كل دي النهارده لو تشوفي في الدول اللي حققت طفرات سواء حوالينا او في الدول اللي تعتبر ناجحه جدا، كل الدول اللي حققت طفرات النهارده في اقتصادها قامت على موضوع التحول الرقمي او على استخدام التطبيقات الذكيه واستخدام الاي كوميرس. طيب. واستخدام الانترنت. دكتور عمرو، خليني اقف عند الجزئيه دي، لان الحقيقه كان في كلمه مهمه جدا طبعا متعلقه بمجهود وزاره الاتصالات في هذا القطاع، كان في عدد كبير من المحاور اللي تم التركيز عليها، عايز اعرف اهميه المحاور دي في الثلاث عناصر الرئيسيه اللي موجودين في القمة اللي حضرتك أشرت إليهم. مسألة أنه يتم، ليس فقط يتم استخدام استراتيجية للتحول الرقمي، لكن كمان في إطار هذه الاستراتيجية بيتم تدريب وتأهيل وعقد دورات تدريبية للشباب علشان تمكنهم من العمل ليس فقط في الشركات المصرية ولكن في الشركات العالمية أيضا. إزاي ده بيفيد القطاعات اللي احنا بنتكلم عنها، الاستثمار والتمويل والعقارات والتحول الرقمي طبعا بما انه احنا بنتكلم عنه؟ لا، خليني انا من كلامك خليني ابرز نقطة كمان مهمة جدا، وانا هرجع للنقطة اللي انت بتقوليها طبعا، لكن النهاردة زي ما قلت اتكلمنا على التحول الرقمي وقلت مين اللي كان حاضر، قلت الشركات اللي كان حاضر، القطاع الخاص حاضر، نعم، الشباب، تدريب الشباب.
كده ان النهارده عندي منظومه متكامله، ودي نقطه مهمه جدا ان القطاع الخاص، وانا يعني تحمست واشدت بحضور الشركات المصريه والشركات الاتصالات الدوليه اللي كانت موجوده، الاربع شركات الرئيسيه طبعا اللي كانت موجوده واللي شاركت في الحوار وشاركت في دخولها في استراتيجيه الدوله للتحول الرقمي والفرص الجديده اللي موجوده في المدن الذكيه اللي تنشئها الحكومه ومساعده شركات الاتصالات في التحول الرقمي، وابرز التجارب اللي بتطمح الشركات دي انها تطبقها مع 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 الحكومه والتحديات اللي موجوده. لكن الحقيقه النقطه المهمه اللي لازم نبرزها ونتكلم عليها ان هذه ليست خطه حكومه وهذه ليست خطه دوله، هي خطه وطن. النهارده الشركات موجوده لان الكثير من الكلام يقال على ان الدوله هي اللي بتقود عمليه المشروعات والمشروعات الاستثماريه والبنيه التحتيه وان بعض الاجهزه اللي موجوده في الدوله هي التي تتحكم وتقود. لا، الكلام ده غير صحيح. النهارده الشركات القطاع الخاص موجوده، الاربعه الرئيسيه بدون ذكر اساميهم، الاربعه الرئيسيه موجوده اللي ماسكه التحول الرقمي وماسكه الاتصالات على مستوى الدوله تشارك وبتحط وجهه نظرها بكيفيه دخول القطاع الخاص. دي الشركات المصريه العملاقه اللي ليها تاريخ، كيفيه دخولها في البنيه التحتيه وفي التحول الرقمي وفي البرنامج الطموح اللي طموح، وانا بقول طموح لان احنا بنتكلم على مدن ذكيه. ما كانش عندنا مدن ذكيه او يعني الترم ده في مصر طبعا ترم قديم، لكن يعني ما تعودناش في مصر نتكلم على مدن ذكيه. النهارده بقى لنا 3 4 سنين بنتكلم على المدن الذكيه السمارت سيتيز، كنا بنتكلم عليها في الابحاث او في رسائل الماجستير والدكتوراه في الجامعه على سبيل المثال، لكن ان نرى ان هذا الواقع سوف يتحول الى حقيقه من خلال دخول التحول الرقمي الى الكواليتي اوف لايف، الى حياتك العاديه. نعم، بتتكلمي على مدن، بتتكلمي على المنزل، وبتتكلمي على الشارع، وبتتكلمي على فاتوره الكهرباء، وبتتكلمي على المواصلات، بتتكلمي على الصلاه، بتتكلمي على السيارات، بتتكلمي على كل حاجه. نقدر النهارده ان احنا ندخل التحول الرقمي، وده من الناحيه الاقتصاديه، من الناحيه الاقتصاديه ده يحقق السرعه ويحقق كفاءه ويرخص التكلفه. ودول الثلاث حاجات اللي انا قلتهم، السرعه والكفاءه والتكلفه، هم دول الثلاث حاجات الثلاث معايير اللي بيتحكموا النهارده في كفاءه او تنافسيه اي اقتصاد على مستوى العالم. نعم، احنا يكون عندنا الرؤيه موجوده، ده شيء طبعا رائع ولازم شبابنا واولادنا يعرفوا هذا الكلام، ان في رؤيه موجوده من خلال مرتكزات على الثلاث عناصر اللي انا اتكلمت عليها. طيب عايز اسال حضرتك في جزئيه ثانيه اشار اليها ايمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، مساله انه تم التحويل، يعني بما انه احنا بنتكلم عن 2020 فاحنا بالتاكيد يعني شئنا ام ابينا بنتكلم عن جائحه كورونا اللي اثرت على كل العالم. هنا احنا بنتكلم عن تحدي مهم جدا، هو قال انه الدوله المصريه حولت هذه التحديات الى فرص تم استغلالها. يعني كيف من الممكن تفسير هذه الجمله في القطاعات كمان اللي احنا بنتكلم عنها؟ صحيح، احنا لما معظم الدول حوالينا تحقق نسبه نيجاتيف ونيجي ان احنا نتكلم على استثمارات بالمليارات اتحطت، يعني نتكلم على مثلا قناه السويس، مشروع قناه السويس، شوفي الاستثمارات اللي اتحطت وشوفي الكلام اللي اتقال النهارده والارقام اللي اتقالت، مليارات، بنتكلم على مليارات، 22 شركه موجوده في مجال صناعه الصناعات المتطوره وفي الاي تي وفي الاتصالات وفي الصناعات الاغذيه، بنتكلم على 220 شركه باستثمارات 15 مليار في هذه المناطق. كون ان احنا نحط هذه المليارات. وخليني بقى اضيف حاجه واحنا قلناها قبل كده بصورة عامة، برنامج الإصلاح الاقتصادي جزء منه عشان ينجح كان جزء منه إنفاق حكومي بيتحط. طب إزاي في تجربة وفي ظروف صعبة محتاج إن أنا أعمل انكماش في النفقات، أنا بتكلم على يعني بطريقة اقتصادية بحتة، إزاي النهاردة أنا محتاج في ظل جائحة إن أنا أقلل النفقات وأعمل نوع من الانكماش الإنفاقي من الحكومة في الوقت اللي أنا ما عملتش فيه هذا الكلام ده، بالعكس ده أنا زودت الاستثمارات عشان الاقتصاد يمشي وكان عندي ملاءه ماليه، وعشان كده فيتش وستاندرد اند بور وموديز اشادوا جدا بالملاءه الماليه وقدره الماليه الاقتصاديه في المصريه على انها تقدر انها تصبر في هذه الجائحه، ويبقى عندي ملاءه ماليه، وبدل ما اعمل انكماش في الاقتصاد، لا ده انا بعمل رواج وبحط بابليك اكسبنسز او مدفوعات عامه في مشروعات استثماريه. البعض قد يتخوف يقول لك يعني في ظل الجائحه انا ازاي اعمل استثمارات وممكن ما تجيبش العائد بتاعها، لا ده انا النهارده عندي استثمارات بالمليارات موجوده في مشروعات قوميه. وارجع للصندوق السيادي، الحقيقه تجربه جيده جدا، الصندوق السيادي موجود في تجارب بعض الدول حتى الدوله، بالذات الصندوق السيادي في دوله الامارات، يمكن احنا استفدنا جدا من هذه التجربه. لكن كون ان مصر تدخل بهذا الصندوق
فتبتدي على الاقل خطوات كبدايه لدخول هذا الصندوق في استثمارات، وزي ما حضرتك قلتي ان تتحول هذه التحديات الى فرص. ده بالظبط ده نجاح، وده الكلام اللي اشاد به البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكريستين لاجارد قبل ما تطلع من منصبها وتقول ان انا مندهشه وان احنا عايزين نيجي طيب مصر عشان نتعلم ونشوف كيف نجحت هذه التجربه. عايز اسال حضرتك سؤال طرح في الجلسه الخاصه بالاستثمار والتمويل، يمكن تمت الاجابه عليه بس بشكل ضمني يعني في اطار الحديث من الساده المتحدثين. كيف ينظر الان المستثمر الى الفرص الاستثماريه في مصر؟ في تقدير حضرتك وفي متابعتك ازاي بيشوفها؟ انت تبصي للفرص الاستثماريه من خلال تعديل القوانين اللي موجوده على مستوى الدوله، ومن خلال الاستثمارات اللي موجوده على مستوى الدوله، ومن خلال المشروعات، يعني احنا بنتكلم على محور قناه السويس بنتكلم على 15 مليار 220 مشروع في مختلف القطاعات، طبعا ده لوحده ماركتنج، ده لوحده يعني اله تسويقيه لمصر بالنسبه للاستثمار الاجنبي. تعالي نشوف على سبيل المثال ويمكن ما اتكلمناش عليها كتير، تعالي نتكلم على قطاع من القطاعات المهمه جدا في مصر، وهو قطاع الاعمال العام وفلسفه مشروعات قطاع الاعمال العام اللي حصل فيها تطوير كبير جدا في الفتره الاخيره، تطوير تشريعي. ويمكن بعد 29 سنه او بعد 30 سنه النهارده بنلاقي شركات كثيره في شركات قطاع الاعمال العام بتبدا انها تبقى ليها الماركه بتاعتها، يمكن ويتوزع فيها ارباح سنويه يمكن قبل التوزيع في جمعيات عموميه بعد ما يتعرض على مجلس اداره بالنسبه لا تقل عن 10% وبتزيد على 12%. نعم. تصرف هذه الارباح نقدا. فانت النهارده عندك قطاعات موجوده، وانا يمكن بتكلم على قطاع الاعمال لان من القطاعات اللي يمكن ما بنتكلمش عليها كتير، صحيح ان هو قطاع حكومي، لكن النهارده قدره الدوله على انها تتوجه بكل قطاعاتها ليس فقط القطاعات الخاصه لكن حتى القطاعات الحكوميه اللي كان فيها اشكاليات، وكلمتي على الفرص والتحديات، ادي تحدي حولناها لفرص. النهارده قطاع الاعمال العام بيعمل 12% ارباح، ما كناش نتخيل ان ممكن قطاع اعمال يعمل هذا الربح. فالنهارده عندنا قطاعات سواء في البنيه التحتيه، في الاتصالات، في التعليم، في الصحه، في حتى في قطاع الاعمال العام اللي فيه عدد كبير جدا من الشركات. وعايز اقول لحضرتك حاجه، يمكن انا يعني احتكيت بهذا القطاع اللي فيه خبره مصريه لا تقدر بثمن، لا تقدر بثمن. نعم. وهذه الخبره المصريه اللي موجوده هي اللي النهارده مساعدانا على ان احنا نقدر نعمل استثمارات ونقوي استثماراتنا في كل المجالات اللي موجوده. يمكن وحضرتك بتتكلم عن القطاعات المختلفه كان في تصريح مهم جدا كمان لرئيس المنطقه الاقتصاديه، كان في مساله ليها علاقه بتعدد وتنوع مجالات العمل في منطقه قناه السويس. وده كان مهم جدا الاشاره اليه، وعايزه اعرف راي حضرتك كمان فيه، لانه فكره التركيز ليس فقط على قطاع واحد او على مجال واحد بتنجح فيه الدوله المصريه والقطاع الخاص، لكن بيتم التركيز على اكثر من ملف واكثر من محور. صحيح، انا قلت في الاول ان منطقه قناه السويس ويمكن يعني كان فرصه طيبه جدا ان هيئه قناه السويس تكون موجوده في هذه في هذا المؤتمر وهذه القمه. الهيئه العامه للمناطق الاقتصاديه قناه السويس يعني الحقيقه حققت يمكن في خلال 5 سنوات لهدي اقام ما اتقالتش في المؤتمر، يمكن خلال 5 سنوات الماضيه يمكن عملت حوالي 9.5 مليار دولار مليار جنيه مصري، يمكن واستثماراتها موجوده بحوالي 17 مليار دولار، مش بس 15 مليار دولار. الحقيقه المشروعات اللي موجوده هناك في هيئه قناه السويس مشروعات متنوعه، زي ما انا قلت عندنا 220 مشروع موجود في كافه الصناعات في كافه المجالات. الحسنه الكبيره جدا ان هذه المشروعات وهذه المنطقه قدرت انها تجتذب استثمارات خارجيه مباشره، لانك انت بتعملي منطقه زي الفري زونز او زي المناطق الصناعيه المتكامله اللي بتقدر تكون فعلا هب او بنسميها يعني فالي زي سيليكون فالي على سبيل المثال، مناطق اقتصاديه متخصصه للمستثمرين. والمستثمر مش عايز حاجه غير كده، المستثمر عايز بنيه تحتيه موجوده وفاسيلتيز في القوانين ويشتغل بحريه بدون ما حد يضايقه، وعايز كواليتي اوف لايف جوده حياه وهيجي عندك. فانت خلقتي له هذا المجال. دكتور عمرو انا معلش بس لو سمحتي لي كمان في ايه كمان في منطقه